اخباركم؟ تمام الحمد لله. ايش رايك في مستوى الشوط الاول في افتتاح البطوله بين اكاديميه نور وفريق السامبا؟ والله يعني كمباراه افتتاحيه يعني ممتازه يعني فوق المتوسط يعني ممتازه جدا يعني خصوصا من الفريقين يعني شاهدنا نديه من اول 20 دقيقه ما شاء الله تبارك الله وجاء من خلالها هدف فريق اكاديميه نور وضغط من الفريق الاخر مباراه ممتازه يعني. توقع مين يكسب الشوط الثاني؟ صراحة أنا أتوقع تعادل 1-1. ممكن نروح الركلات الترجيحية على كأس المباراة الافتتاحية؟ لا ما ركلات ترجيحية كمباراة افتتاحية أكيد لازم إذا انتهى التعادل هناك ركلات ترجيحية لأنه حيكون كأس حاضر في نظام البطولة هذه؟ في كل البطولات جدا. والله لا ما أتوقع أنه تصل إلى ركلات ترجيح ما أتوقع أتوقع فريق أكاديمية نور ممكن يكسب؟ ممكن يكسب. ممكن غيرت على رأيك. إيش رأيك طبعا في تنظيم البطولة في يوم المباراة الافتتاحية؟ والله صراحة أنا يعني حضرت دورات لكابتن جبرتي صراحة الدورة هذه ممتازة جدا صراحة لها نجاح كبير؟ أكيد إن شاء الله استمرارها أكبر دليل على نجاحها ولا إذا ما كانت يعني ذات نجاح وأهمية ما كانت استمرت هذا التألق ما شاء الله تبارك الله ويعطيكم ألف عافية على الإنجاز هذا ما شاء الله تبارك الله إخراج رائع جدا تنظيم ممتاز جدا صراحة أنا شخصيا يعني أقول ما أقول إلا يعطيكم ألف عافية يعطيك ألف عافية غالي الله يعطيكم العافية إن شاء الله يوفقكم إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام كيف الحال؟ الله بخير الحمد لله إيش رأيك مستوى الشوط الأول؟ الله يا أكاديمية نور مبدعين السامبا يمكن ملخبطين شوية لكن إن شاء الله إنه راح يجيب التعادل توقع مين يفوز؟ توقع تعادل 2-2 ان شاء الله حيروح الركلات ترجيح على كاس البطوله مين حيحصل على كاس المباراه الافتتاحيه والله اتوقع اكاديميه نور يعطيك العافيه تمام كيف الحال الحمد لله اخباركم تمام مستانس اليوم والله الحمد لله مره ايش رايك في المباراه والله مباراه جيده ما باي حاجه اتوقع مين يفوز ان شاء الله سامبا ليش والله لانه الحارته جيده يعطيك العافيه تمام اتوقع مين يفوز السامبا ليه فريق لاعب مستوى حلو مهزوم السامبا كيف مقدم مستوى حلو جايبين التعديل ان شاء الله يعطيك العافيه الله السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال الله يسلم كيف الاجواء معك والله تمام الحمد لله كيف رمضان قرب هل استعديت له لا استعدينا ان شاء الله الله يبلغنا رمضان ان شاء الله امين اللهم يبلغنا رمضان وياك ويا المشاهدين في قناه خالد بازيدان اراك وانطباعك عن مستوى بطوله جبرتي الشمراني لا والله الدورة رائعة شاركنا الدورة اللي فاتت بس ما في حظ بس إن شاء الله السنة هذه نقدم مستوى كل التوفيق إن شاء الله سلام عليكم بشوف شوي طيب رد السلام السلام كيف الحال إيش رأيك في التنظيم للمباراة اليوم والله تنظيم رائع صراحة يعني بس إن شاء الله تكمل على هذا الحال إن شاء الله معلومية هذا برنامج كواليس شايفينك مندوش شوية والله مندوش لكن أبغى أشوف أنا إلى تنتهي المباراة بعدين إن شاء الله نتقابل إن شاء الله يعطيك العافية خليك السلام عليكم السلام كيف كابتن فهد الله يبقيك أخبارك الله إيش رأيك الشوط الأول والله تعرف احنا مشغولين شويه مع الترتيب وزي كذا تعرف مباراه افتتاحيه يمكن ما نظرت للمباراه كفنيه حقيقه لكن احنا اللي نسعى وراه ان شاء الله ان المباراه تعدي على خير والافتتاح ان شاء الله يكون لايق باذن الله ان شاء الله يكون ناجح ان شاء الله يكون ناجح يعطيك العافيه السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا دكتور؟ حياك حبيبي اخبارك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله بك. كيف الاجواء معك؟ 100 ايش رايك في المباراه بس؟ والله مباراه حلوه متكافئه فريقين يقدموا مباراه جميله افتتاحية سامبا وأكاديمية نور اللي فاجئنا اليوم بأكاديمية يقدمون كرة حديثة صراحة يعني. تتوقع من يفوز؟ والله يتوقع أنه التعادل يعني ممكن يقول إذا ما تسجل انتظر هدف يجي في بابك وأنت معلق أدرك بشيء أكاديمية نور فايزين 1-0 ممكن السامبا أفضل حتى الآن يقدم كرة جميلة يعني في المرتدات وجود محمد عودة يقدم مباراة جميلة حتى الآن يعني. مندمج مع المباراة جايبك حتى تارك المايك شوية يا كابتن لكن اتمنى لك التوفيق واتمنى لاكاديميه المحترفين التوفيق ويعطيك العافيه واتمنى للاخطبوط خالد بازيدان التوفيق في تصوير والتقاط جميع الاحداث الرياضيه في حواري جده ومكه ومدينه والطائف ونشوف ان شاء الله قناه رابحه وناجحه كقنوات NBC ان شاء الله